مشاكل وصعوبات محصول الزيتون وآفاق حلها بين الواقع والتطبيق، حوار ونقاشات هامة ضمن ورشة عمل في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية برعاية وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنة وحضور عدد من الجهات المعنية. حرصنا أن نعقد هذا الاجتماع بحضور كافة رؤساء المعاصر أو أصحاب المعاصر والأخوة الفلاحين والجهات الرسمية في المحافظة. الهدف هو مناقشة آليات القطاف والتسويق لأهمية الربط ما بين المنتج الزراعي والمعاصر لتنظيم عملية التسويق والإنتاج للوصول إلى الحصول على زيت زيتون مطابق للمواصفة القياسية السورية، وخاصة أن الزيت يبدأ إنتاجه من الحقل من خلال الخدمات التي تقدم له، ومن ثم مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها الأخ الفلاح في تحديد موعد القطاف. يأتي هذا الاجتماع ضمن اهتمامات وزارة الزراعة للتحضير لموسم إنتاج الزيتون وتصنيع زيت الزيتون في القطر. طب هذا الاجتماع لاستماع لمشاكل وهموم الأخوة المزارعين وأصحاب المعاصر، وأيضا لتطبيق برامج الوزارة ضمن خططها لتحسين جودة إنتاج زيت الزيتون من خلال المخرجات اللي طلعت عن ملتقى القطاع الزراعي تحديات وفرص، اللي ضمنت إصدار الدليل الخاص بعمل المعاصر في محافظة اللاذقية لهذا الموسم. أنعم الله علينا بموسم متميز من الخير، إنتاج يتوقع حوالي 210 ألف طن زيتون، ينتج عنها حوالي 40 ألف طن من الزيت. هذا الشيء وهذا الكم من الإنتاج وهذا الخير الوفير لهذا العام الحمد لله رب العالمين بيضعنا أمام مسؤوليات أمام المزارعين وأمام المجتمع. هذا الشيء دفعنا لاتخاذ الإجراءات بشكل مبكر وقبل موعد القطاف. مداخلات لطرح الهموم والعراقيل يقابلها أفكار ورؤى. السنة هي يبدو في تجاوب وفي إيجابي جيدة، هيك شفنا الواقع. وأنا سجلت على طلبه وهلا بعثوا لي 1500 لتر، اليوم بدي يوصلوا. أتمنى من المسؤولين وكافة الجهات المعنية لمساعدتنا بما فيها تأميد المازوت والأسمدة مشان نحن نبني الوطن. هموم مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر على طريق الحل، واهتمام وخطط مدروسة من قبل الجهات المعنية لتسويق الموسم الحالي واستثماره بالشكل الصحيح.